طلاب درسنا لهذا اليوم الصف السادس الإعدادي انسحاب المحاور للقطع المكافئ. عنوان الدرس انسحاب المحاور للقطع المكافئ. هذا الدرس يحتاج إلى رسم في كل الأحوال، حتى معادلات مالته عن طريق الرسم نتوصل إليها. لاحظ الملاحظة التالية: لإيجاد المعادلة، لإيجاد المعادلة القياسية للقطع المكافئ، للقطع المكافئ الذي رأسه النقطة H فارز K. لاحظ هنا تبدل رأس القطع المكافئ من النقطة 0 0 اللي هي نقطة الأصل اللي درسناها سابقا قبل الانسحاب إلى النقطة H K، ومحوره يوازي محور السينات. لاحظ الكتابة هنا كلها تدل على الرسم، وجود نقطة محور يوازي محور السينات. نتبع الخطوات التالية: كل نقطة راح تزداد بمقدار H و K، كل نقطة في القطع المكافئ قبل الانسحاب إحداثياتها M عبارة عن X و Y، بعد الانسحاب راح تصبح النقطة بهذا الشكل M برايم، هالشكل هذا الخط M داش، يصير عندنا X زائدا H Y زائدا K. العملية عملية إضافة وحسب الأرباع الأربعة. لاحظ قبل الانسحاب كانت المعلومات اللي نحتاجها هي، وبعد الانسحاب المعلومات هي أولا الرأس 0 0 نقطة الأصل، الكلمات اللي بالعربي أطلع منها ملاحظة نحتاجها، الرأس هنا يصير عندنا H فارزة K، رأس جديد للقطع. لاحظ هاي الملاحظة الأولى. البؤرة F اللي هي B فارزة 0، البؤرة راح تصبح هنا البؤرة بالشكل التالي، هنا سردنا B زائدا H K. لاحظ الإضافة، لاحظ بهذا الشكل. بعد البؤرة الدليل عكس البؤرة، الإكس يساوي لنا سالب البي، عكس الإشارة، إحداثي السيني بعكس الإشارة. الدليل يصبح بهذا الشكل سالب البي زائدا اتش. لاحظ بهذا الترتيب. المحور اللي ما تطرقنا له في الموضوع الأول هنا راح نحتاجه، هناك واي يساوي 0، وقلنا كل بؤرة بيها الإحداثيات الأولى للبؤرة والدليل، والإحداث الثاني مثل عندنا المحور، وهنا عندنا المحور الواي يساوي لنا كي. لاحظ بهذا الشكل. المعادلة القياسية قبل الانسحاب واي تربيع 4 بي اكس. المعادلة القياسية بعد الانسحاب، لاحظ هنا الإشارات اللي وضعتها عمليات إضافة، هنا راح نلاحظ في حالة معاكسة، وهي واي ناقصا كي الكل تربيع 4 بي اكس ناقصا اتش. احنا الطالب يلاحظ الإشارات معكوسة، السبب راح نكتب سؤال: لماذا المعادلة القياسية لانسحاب القطع المكافئ تحمل إشارات سالبة؟
تحمل إشارات سالبة. علامة استفهام المطلوب الإجابة على هذا السؤال، يترك هذا للطالب كنشاط، والطالب إذا استنتج راح يعرف الحالة اللي يريد أن توصل إليها بالضبط. ها هي المعلومات الأولى، المعلومات حصلنا علي من عن طريق الرسم، راح أرسم القطع ووضح المعلومات كل نقطة قبل الانسحاب وأيضا النقاط بعد الانسحاب بالشكل التالي. القطع قبل الانسحاب معلوماته هي بالشكل التالي: لحظة، محور السينات، محور الصادات، المحور التخيلي سميناه، رأسه نقطة الأصل 0 0، لاحظ بهذا الشكل، البؤرة خليها تكون في هذا المكان، الدليل بعكس الاتجاه، لاحظ بهذا الترتيب هذا هو الدليل، لاحظ بهذا الشكل، البؤرة بهذا المكان F، B فارز 0، البؤرة موجبة، موقعها السالب يحدد هنا الدليل X يساوي لنا سالب البي، نرمز له بالحرف D أيضا بهذا الترتيب، هذا هو القطع. لاحظ هذا قبل الانسحاب. رأس القطع اللي هي نقطة الأصل 0 0 راح تتحرك إلى أحد الأرباع الأربعة، راح تأخذ وضع آخر ليكن الرسم التالي. رسم آخر أوضح عليه المعلومات الثانية. لاحظ بهذا الشكل محور السينات، محور الصادات، هذه هي نقطة الأصل، النقطة التي تكون في هذا المكان، هذه النقطة التي تمثل رأس القطع الجديد، إحداثياته H فارزة K، H K سميناها بهذا الترتيب، لاحظ بهذا الشكل هذا الرأس، البؤرة راح تتحرك، لاحظ بهذا الترتيب من هذا المكان بهذا الاتجاه، لاحظ المحور واي يساوي لنا كي، المحور الجديد لاحظ مار بالبؤرة ومار بالرأس، لتكن البؤرة في هذا المكان، إحداثياته بي زائدا اتش فارزة كي، لاحظ الدليل راح يتحرك من المكان اللي ثبتناه في المثال السابق، راح يتحرك إلى هذا المكان، عدد الوحدات ليكن في هذا المكان، نحسب الوحدات من بعد الرأس منا إلى الجانب الثاني، لاحظ بهذا الشكل ليكن الدليل في هذا الموقع. هذا هو الدليل، إحداثيات الدليل الإكس يساوي لنا سالب البي زائدا الإتش، لاحظ عملية الإضافة. الملاحظة اللي أريد أثبتها بهذا الشكل وهي أولا، لاحظ هنا المحور
يمر بالبؤرة يمر بالرأس عمودي على الدليل. هاي الملاحظة رقم واحد. اثنين، البؤرة الرأس على استقامة واحدة. البؤرة الرأس على استقامة واحدة، لاحظ هاي هي الزاوية القائمة حتى نحافظ على الجواب بالشكل الصحيح. القطع يبدأ من الرأس بهذا الشكل، هذا هو القطع بعد الانسحاب. لاحظ المعلومات بهذا الشكل. طالب يسأل هم نحتاج الرسم؟ نعم، هناك أربعة حالات لإيجاد الرسم في السؤال. إذا ذكر كلمة مثل في النظام الإحداثي، إذا قال ارسم، إذا قال عملية تطابق، يتطابق محوره مع المحاور الإحداثية ويشير إلى عملية الانسحاب، وثاني كلمة أخرى كلمة ناقش. كلمة رابعة كلمة ناقش، إذا طلب كلمة ناقش في السؤال معناه ارسم. الدليل على ذلك موجود في الكتاب نصاً، السؤال موجود عندنا. المثال الأول اللي راح نطبقه هسه، راح نرسم الرسم نطبق عليه المعلومات لكل سؤال. لاحظ المثال التالي، لاحظ المثال التالي. المثال الأول مثال تطبيق مباشر على القواعد بدون أي إضافات، فقط كيفية تطبيق القواعد الجديدة للسؤال. السؤال راح يكون بهذا الشكل، جد الرأس، لاحظ، والبؤرة، ومعادلتي الدليل والمحور. أشار إلى كلمة معادلات للقطع التالي، للقطع التالي، وما يصير يحدد لك نوع القطع، على الطالب أن يعرف القطع، هل هو مكافئ، هل هو قطع زائد، هل هو قطع ناقص، هل هو في حالة انسحاب أو غير انسحاب. على الطالب أن يميز من خلال المعادلات القياسية وتبسيطها. المثال الأول y زائد 1 كل تربيع سن 4 x ناقص 2. مثال من الكتاب تطبيقي على القواعد، هذا هو القطع. القواعد اللي استخدمت في القطع نفسها تستخدم في عملية الانسحاب، هي عملية المقارنة والتعويض، ماكو قواعد إضافية من خارج الكتاب. الحل S و L، نقارن هذه المعادلة المعطاة في السؤال مع المعادلة القياسية. المعادلة القياسية للانسحاب، القطع المكافئ تأخذ عدة صور. الصورة الأولى إذا كان الانسحاب باتجاه محور السينات والفتحة لليمين، أيضا الفتحة لليسار، هذا القطع الأول اللي هو القطع السيني، وانسحاب أيضا للأعلى وانسحاب إلى الأسفل بالنسبة للقطع الصادي. إذا كانت المعادلة القياسية جاهزة، على الطالب أن يقارن مباشرة. راح يصبح السؤال بهذا الشكل، أكتب المعادلة القياسية تحت المعادلة المطلوبة في السؤال اللي هي y ناقصا k كل تربيع سردنا 4b x ناقصا h. هذه المعادلة المطلوبة، هاي المعادلة القياسية تجرى بيناتهم عملية المقارنة. لاحظ بهذا الشكل، من خلال المقارنة نحصل على الأجزاء التالية. أولا قيمة الكي، لاحظنا بهذا الترتيب، قيمة الاتش بهذا الشكل. ملاحظة رقم واحد، إذا كانت الإشارات مختلفة فقيمة الكي أو الاتش تكون سالبة، إذا كانت الإشارات متماثلة فالقيمة موجبة، والطالب عليه أن يختصر في الخطوات، يجوز الاختصار في هذه الحالة. احنا راح سردنا الكي تساوي لنا سالب واحد، لاحظ هو سالب الكي يساوي لنا موجب واحد نضرب في سالب واحد، والاتش تساوي لنا اثنين. بعد المقارنة سالب الاتش يساوي لنا سالب اثنين، السالب مع السالب تختصر، او نضرب المعادلة في سالب واحد نحصل قيمة الاتش. نكتب رأس القطع الاتش قبل الكي، راح سردنا اتش فارزة كي يساوي اثنين سالب واحد، اثنين سالب واحد، هذا هنا الرأس. لاحظ بهذا الشكل، الكلمات اللي بالعربي راح تثبت فد ملاحظة جديدة. ننتقل إلى البؤرة. 4b يساوي لنا 4. 4b
لاحظ يساوي لنا 4. تقسيم 4 استنتج ان البي تساوي لنا 1 لكل بي اكبر من الصفر. البؤره موجبه، فاذا كانت هناك اشاره سالبه تدل على موقع البؤره. ومن اتى احصل هنا البي تساوي لنا 1، لاحظ استنتج ان الاف بي زائدا اتش فارزه كي. الطالب اذا ما حافظ القوانين يستطيع ان يكتب قبل الانسحاب بعد الانسحاب. لاحظ الاشارات ايضا، هنا يقدر يكتب الاف، هنا يكتب الاف، خلي عليها خط حتى مثل هذا قبل الانسحاب وهذا بعد الانسحاب. اما اذا كتبها مباشره فما يحتاج يخلي عليها هاي العلامه ابدا. راح يصير عندنا الناتج يساوي، نحصل الصوره هنا عندنا البي 1 زائدا الاتش اللي هي 2، وعندنا الكي اللي هي سالب 1. الناتج يحتاج تبسيط، والطالب يستطيع ايضا يكتبه بصوره مختصره بشكل اسرع. ان الاف هي 3 سالب 1. هاي هي البؤرة. نجي للدليل. الاكس يساوي لنا سالب البي زائدا الاتش. ومن عندنا نحصل ان الاكس يساوي لنا سالب 1 يصير زائدا الاتش اللي هي 2. استنتج من عندنا ان الدليل يساوي لنا موجب 1. هذا هو الدليل. وقعدنا المحور، المحور y تساوي k، وهنا الy تساوي لنا سالب 1. الإشارة البسيطة اللي راح أثبتها هنا في السؤال هي الملاحظة التالية. المحور، لاحظ الكلمات باللغة العربية أشير إلها بهذا الشكل. كلمة رأس حرف الراء، كلمة البؤرة حرف الراء، كلمة المحور حرف الراء أيضا ثلاث مرات. لاحظ الإحداثي ثلاث مكانات في نفس الموقع. لاحظ هذا المكان مالته إذا كان القطع سيني. بعد الطالب ما يخطأ. وجود حرف راء لاحظ في الرأس والبؤرة والمحور نفس الموقع، لاحظ ثلاث مرات، ما عدا الدليل الجهة الأخرى. لاحظ صدقة المعلومات بهذا الشكل. هذا كان القطع سيني، أما إذا كان القطع صادي فيكون هو الإحداث الأول. حرف الراء في الرأس والبؤرة والمحور يأخذ نفس الوضع. في إذا كان الإحداثي سيني، نعم قطعنا سيني، فيكون عندنا يمثل إحداث الصادي في النقطة. لاحظ طالب بعد بهالحالة ما يخطأ أبدا ولا يصير عنده أي إشكال بها. يعني بمجرد الحصول على الرأس والبؤرة يستطيع مباشرة كتابة المحور ولجميع القطوع، سواء كان في القطع المكافئ والقطع الزائد والقطع الناقص وبدون خطأ. معلومات الرسم، طالب يسأل هنا على معلومات الرسم، كيفية رسم هذا القطع. الرسم بالشكل التالي، لرسم هذا القطع عندنا البؤرة، عندنا الرأس، عندنا المحور، عندنا الدليل، نحتاج نقاط إضافية. جدول النقاط الإضافية مكون من X و Y. طريقة الاختيار، فإذا كانت هنا مثلا إشارة سالبة تسبق العدد لازم الطالب يختار إشارات معاكسة، لأن راح يأخذ جذر تربيعي ما يصير يحصل على نتائج تخيلية. فهنا نقدر نختار، لاحظ هاي نقدر نختار قيم للإكس، أقدر أختار قيم المن للواي. مثلا الإكس تساوي لنا 2، ليش نختارها 2؟ راح يصير عندنا 2 ناقص 2 صفر مضروبة، راح يصير عندنا واي زائد 1 تربيعي يساوي صفر، فيكون عندنا قيمة الواي تساوي لنا سالب 1. وهي النقطة موجودة، لاحظ موجودة الطالب. عملية الاختيار صحيحة. طالب آخر يختار الإكس يساوي لنا 3. قيمة الإكس يساوي 3، تعويض في المعادلة القياسية الأصلية. راح يصير عندنا 3 ناقص 2 1، راح يصير المعادلة مالتنا التربيعية بهذا الشكل. واي زائد 1 الكل تربيع يساوي لنا 4. هنا أبسطها، 3 ناقص 2 اللي هي 1، راح يصير عندنا الواي زائد 1 الكل تربيع يساوي لنا 4. جذر التربيع للطرفين، الواي زائد 1 يساوي لنا زائد ناقص 2. أنقل العدد للجهة الثانية، راح يصير اف واي تساوي لنا 2 ناقص 1 1، أور الواي تساوي لنا سالب 1 سالب 2 يصير عندنا سالب 3.
لاحظ إذن ما نختار الثلاثة يصير عندنا سالب ثلاثة بهذا الشكل. هذه النقاط كافية لرسم القطع، لاحظ هسه بهذا الشكل. أرسم السؤال هسه بهذا الترتيب، أمسح الرسم الأول اللي موجود عندنا، أبقي هذا الرسم الإحداثي وأكمل عليه الرسم. لاحظ المعلومات بهذا الترتيب. النقاط اللي موجودة، الرأس موجب 2 سالب 1، موجب 2 1 2 وسالب 1 الأسفل، هذا هو رأس القطع 2 سالب 1 الرأس، نقطة أو بس فقط في الحروف الإحداثيات موجودة. نقطة أخرى البؤرة 3 سالب 1 3 سالب 1، لاحظ المكان مالها أيضا على نفس الاستقامة. الدليل الأكس يساوي لنا موجب 1، موجب 1 الأكس يساوي لنا موجب 1، هذا هو الدليل. المحور واي يساوي لنا سالب 1، الرسم بلون مغاير. المحور واي تساوي لنا سالب 1، عرفنا المحور هو المستقيم المار بالبؤرة وعمودي على الدليل، لاحظ أيضا بهذا الشكل المستقيم المار بالبؤرة وعمودي على الدليل. هنا عندنا الرأس، هنا البؤرة. الإحداثيات الموجودة عندنا 3 1 3 موجب 1، نقاط من مركز نقطة الأصل للحساب 1 2 3 موجب 1، وعندنا 3 سالب 3، يعني هنا عندنا 0 1 2 3 سالب 3. لاحظ الاستقامة أيضا بالنسبة للنقاط بهذا الشكل، لاحظ بهذا الترتيب. هذا الاستقامة الثانية حتى الطالب ما يصير عنده أي خطأ، الطالب حتى يتأكد أن نقطة الأف اللي تمثل البؤرة في المنتصف، أطرح الإحداثيات تحصل على الناتج الصحيح اللي هي نقطة 3 سالب 3، هذا هو القطع بهذا الشكل في حالة انسحاب. هذه صيغة السؤال، الرسم هنا حتى لو ما يطلب السؤال ارسم، إذا طالب تعود الرسم ما راح يصير عنده أي خلل في القطوع، القطوع تعتمد على الرسم وتعتمد على الملاحظات، يعني القطوع مغلقة نهائياً ما يصير بها أي خطأ. إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.